أقدر يعني جهد الوطن في تعريف الشخصيات البحرينية التي زاولت العمل الصحفي والكتابي والتأليف، وكذلك في مجال الأعمال المجتمعية والوظائف الحكومية. فهذا مجهود يعني الوطن يعني يستحق الإشادة. يعني أنا نشأت في بيت في عائلة محافظة، يعني والدي الحاج محمد مكي البحارنة الله يرحمه كان يعني شخصية تمتاز بالصدق في المعاملة، لأنه كان هو تاجر وفي نفس الوقت كان شبه فقيه، لأنه كان يستضيف علماء القطيف والأحساء في منزلنا. كل مرجع في النجف يوكله يعطي وكالة عنا، فيرسل فتاوى أهل البحرين ويستلم الأجوبة إليهم ويستلم الحقوق الشرعية الخمس والزكاة ويرسلها إلى المرجع. بس كان عنده اجتهاد خاص إنه يقول للمرجع أنت من حقك الحصة الخاصة بالله ورسوله، وأما الأقرباء وذوي القربى واليتامى والمساكين فأنا كفيل بحصتهم أوزعها في البلد بدل ما أرسلها إلى الخارج. هذا التشرع من عنده. والوالدة من النجف سيدة علوية، يعني أبوها سيد وأمها سيدة، وفي البحرين كانت تخطب في المجالس الحسينية والقراءة يعني جمهور المجالس الحسينية للعجم، لأن تعرف اللغة الإيرانية، وللبحارنة العجم في ماتم بوشهري والبحارنة في ماتم العرادي. منزلنا كان في المخارقة، وفي سن الخامسة أخذني والدي للمعلم اسمه ملا ناصر، وختمت القرآن في سنتين، وبعدين درست في مدرسة أستاذ عبد الرسول التاجر 6 شهور، ثم ذهبت إلى المدرسة الخليفية للبنين في زمن الأستاذ سالم العريض، والد جواد العريض. دخلت الصف الرابع لأن تعلمت عند وأكملت الدراسة الابتدائية ثم الثانوية. مدرسة الثانوية كانت 3 صفوف فقط، وكنت مبرز، يعني دائما كنت الأول في الابتدائي وفي الثانوي. ثم ذهبت إلى العراق، أرسلني الوالد إلى العراق فدرست في مدرسة ثانوية الكاظمية. بعد ذلك رجعت إلى البحرين وساعدت الوالد في تجارته. الوالد يعني منحني أنا وصادق أخي صادق 10,000 روبية لكل واحد، وشجعنا نفتح محل خاص.
ففتحنا في شارع الشيخ عبد الله قريب السوق الخضرة دكان باسم متجر العاصمة. وفي 1951 انتقلنا إلى سوق الطواويش تحت عنوان صادق وتقي البحارنا. أخي كان يدرس في كلية الحقوق حسين. دكتور حسين، فأنا درست نفسي بنفسي لأن كان يترك الكتب السنة اللي درسها في البيت، فكنت أنا أدرسها. درست هذه الأشياء بنفسي وتوسعت في القراءة في الشعر والأدب والتاريخ يعني أنا حمدت ربي أني ما قضيت شبابي في اللهو واللعب، وإنما كنت أدرس نفسي مشغول بالدراسة والعمل، بس الدراسة ذاتية. والله وفقني الحمد لله، سواء في الجانب العلمي أو الجانب الأدبي أو الجانب التجاري. شركة التأمين أنا مؤسس فيها ثم رئيس. أي شركة كانت؟ شركة التأمين الأهلية اسمها، والبنك الأهلي مؤسس فيه وعضو في مجلس الإدارة، وبورصة البحرين مؤسس أسسناه برئاسة المرحوم حبيب قاسم. احنا كنا نجتمع في مجلس المرحوم قاسم أحمد فخرو، ومعانا يعني المشهورين من رجال الأعمال، فقلنا أن هذه المرافق يديرها ناس شركات مو بحرينية. التأمين كان يديرها في البحرين شركات إنجليزية الأكثر، وشركة عربية واحدة، شركة التأمين العربية. فقلنا لازم نسوي تأمين ونسوي بنوك. كان في البحرين فقط البنك الوطني، فأسسنا هذه الشركتين التأمين الأهلية والبنك الأهلي. شوف اسمهم كله أهلي. فهذه المجموعة ظلت يعني تباشر عملها في هذه الشركتين، أحمد قاسم فخرو، محمد جلال كان رئيس الأهلية، إبراهيم زينل، عبد الرحمن تقي. أنا أكثر وأول سفير عانى مسؤولية التأسيس. كل السفراء اللي جوا بعدي وجدوا كل شيء جاهز، يبغى لك أولا منزل تشتريه وسفارة وتأسس المنزل وتأسس السفارة زين، وتقوم بفتح علاقات جديدة مع مؤسسات الدولة، مع الوزراء، مع رئيس الدولة. اللي جاء بعدي عبد العزيز الشملان، وكتب لي هذا ونشرته في الكتاب. قال لي انت ريحتني تماما، كل شيء جيت مرتب وموجود، بس انا قعدت على المكتب وزاولت عملي. اي انا انشأت علاقات، يعني لو كان سفير غيري لا أنشأ علاقات مع الدول الغربية وأمريكا وهذا، بس أنا تجاوزت وأنشأت علاقات مع الدول الاشتراكية التي لم تعترف بها البحرين، ولكن مو على الصعيد السياسي وإنما على الصعيد التجاري، ولقيت ترحيب من قبل حكومة البحرين
لأني بدأت أولاً بالألمنيوم وعقد صفقة مع الصين لشراء الألمنيوم من البحرين. وراح الوزير وموظفين وزارة التجارة محمود السيد محمود العلوي وغيره راحوا إلى الصين رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية. وفي كوريا الشمالية المقاطعة إلى الآن، كوريا الشمالية أخذت منها سكر حق البحرين لأنه كان قليل، وبلغاريا وهنغاريا أخذت منهم اشترى منهم الإسمنت. فهذه يعني الأشياء الإضافية اللي سويتها بمبادرة ولقيت قبول من الحكومة. يعني هذا عملي، يعني أنا أعتقد أن أديته بكل يعني أمانة. أنا سويت مبادرات فيها، ما قعدت فقط كذي مثل بقية السفارات. أخذت واحد من روز اليوسف اسمه زيدان وقلت له يروح إلى ميدان المعركة وارسل لي تقارير وأرسلها للخارجية. وجاب لي من القنابل نموذج من قنابل انشطارية اللي إذا ضربت تنشطر ألوف. بعدين أهم شيء استأجرت طيران الشرق الأوسط، طائرة 25,000 دولار أظن أو جنيه، ما أدري، الجنيه كان أغلى من الدولار ذاك الوقت، دولارين ونص. وأخذت الطلاب وأخذت الجالية كلها اللي تريد ترجع، يعني سفرة سفرتين سوينا للبحرين. وصرفنا إلى العائلات اللي تنتظر الطيارة طائرة، صرفنا لهم معاش وسكن. فذاك الوقت المطار مغلق، فرحت إلى وزير الدفاع وسوى لي استثناء علشان تدفع العائلة، علشان اللي يغادرون رعايا البحرين. بعدين في كثير، يعني سويت بيت للطالبات، عمارة 5 أدوار. وقبل هذا كنا نستأجر سيارات لنقل الطلبة والطالبات إلى الجامعات، لأن بعض الجامعات في مدينة نصر. إيه يعني شؤون سفير غير مقيم في جميع المغرب العربي، المغرب العربي إلى الصومال إلى كذا. فكلفت، كلفني الديوان أمثل البحرين في احتفالات الصومال بعيد الاستقلال، فسافرت هناك. وكلفني يوسف الشراوي حضور مؤتمر، المؤتمر الإسلامي في ليبيا، ومؤتمر التنمية، التنمية لدول الخليج في طرابلس. سافر معي الشيخ محمد بن مبارك الوزير، وزير الخارجية، إلى المغرب، وعقدنا اتفاقيات وياهم، يعني اعتراف باستقلال البحرين. وكذلك أهم مهمة أديتها دخول البحرين في جامعة الدول العربية. فالجامعة العربية عندها لجنة سياسية اسمها اللجنة السياسية
لجامعة الدول العربية ومستوى آخر اللي هو القمة. فرفضت الجزائر وليبيا وسوريا وعدن رفض اعتراف البحرين بحجة أن فيها قاعدة أمريكية. فوجئت بزيارة غير متوقعة لي في المكتب في غرفة التجارة شيخ خليفة بن سلمان. قالوا لي فرحت استقبلته ما أدري عن الزيارة ليش، وجلس عندي وجبنا للقهوة وجبنا للشاي وجبنا لكذا، وسأل عن العائلة فردا فردا. كانت بنتي لميس مديرة لشركة أمريكية مالت الأسهم، فكلمتها وحضرت جابت لي هذا. سأل عنهم كلهم وبعدين قام فصحبته وخرج ودعته، فقال لي أنا تقي أبغي أشوفك. قلت له بدون ما تقول لي أنت ما دام زرتني أنا بجيك بشكر إليك. فنادى علي بعد مدة كم يوم وقال لي أنا أبغيك تكون عضو في مجلس الشورى. فقلت له حاضر، خدمة البلد واجبة. فظليت في المجلس 12 سنة. سنة 2002 الملك ما قصر، اختارني في لجنة الميثاق وأيضا اللجنة المخصصة بوضع الصيغة الصيغة النهائية. أول كتاب ألفته نادل العروبة وخمسون عاما، وثقت في الحركة الثقافية في النادي وفي المجتمع. وبعدين أصدرت ديوان شعر اسمه بنات الشعر، وبعدين أصدر كتاب أوراق ملونة، وبعدين أصدر كتاب أحاديث وسير، وبعدين أصدرت ديوان شعر من يضيء السراج، وبعدين كتاب مختارات شعرية، وبعدين كتاب مذكرات سفير، وبعدين كتاب مذكرات سائح يعني زين، أسفاري وذكرياتي عنوانه، وآخر شيء ديوان من يضيء في الفجر تضيء الكلمات. وعندي كتاب تحت الطبع اللي هو أوراق ملونة الجزء الثاني، وعندي كتاب مترجم للإنجليزية. أولاً كلمني قبل إنشاء الجائزة محمد جابر الأنصاري وقال لي جلالة الملك يبغي ينشئ جائزة ويمكن يعينك رئيس. فقلت له حاضر، اللي أمر في جلالة الملك أنا حاضر لمصلحة البلاد والإنسانية. وبعد ستة شهور قال لي أنت ستكون العضو النائب الثاني للشيخ محمد بن مبارك. ومن ذاك الوقت وأنا ماضي يعني في اللجنة وأقدم اقتراحات كثيرة ويؤخذ فيها معظمها يؤخذ فيها يعني، والأمور ماشية إن شاء الله. والشيخ محمد بن مبارك هذا يعني علاقتي فيه من قديم يعني من السبعينات، من يوم كنت سفير حتى من يوم كان رئيس
الإعلام في باب البحرين، كنت أزوره وأسلم عليه لأنه كان صديق أخي دكتور حسين في لندن، وأسسوا رابطة طلاب البحرين، فكانت علاقتي مع زينة يعني من يوم كان وزير الإعلام واستمرت إلى الآن الحمد لله. أنا حصلت وسام أنور السادات من الطبقة الأولى، ووسام الشيخ عيسى، ووسام البحرين من جلالة الملك، ذلن في البيت يعني. عندك شيء تحب؟ وحصلت على شهادة تقدير من مجلس التعاون الخليجي في إنجازات الصحفية والكذا، هذه هنا موجودة من الشيخ تميم لقطر.